اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بضيفي المهندس شريف عليان، امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه ورئيس اتحاد الخماسي الحديث. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا، اهلا بيك، منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، منوره بهذا. يمكن يعني دور اللجنه الاولمبيه والاولمبيه الدوليه والمدينه الاولمبيه عامه حلم دايما بيراود كل الشعب المصري. طبعا اكيد اكيد ان شاء الله. طب اعزائي المشاهدين، هنطلع طبعا اللجنه الاولمبيه المصريه او الرحله الاولمبيه المصريه عبر التاريخ ليها معانا ذكريات كبيره جدا، سواء ميداليات، منافسات وما شابه ذلك. احنا عملنا تقرير في قناه النادي الاهلي عن تاريخ مصر الاولمبي في تقرير صغير، يعني نروح نشوف ونرجع لحضرتك تاني. تمتلك مصر تاريخا طويلا ومبهرا في الدورات الأولمبية الماضية، استطاعت خلالهم حصد 32 ميدالية متنوعة بوقع 7 ذهبيات و10 فضيات و15 برونزية. وكان نصيب الأسد من الميداليات المصرية في الألعاب الأولمبية عن طريق رياضتي رفع الأثقال والمصارعة، والتي شهدت بزوغ نجوم استطاعوا حفر أسمائهم في تاريخ الرياضة المصرية بأحرف من ذهب. ومنهم على سبيل المثال للحصر السيد نصير، خضر التوني، إبراهيم شمس، محمود فياض، طارق يحيى، محمد إيهاب في رفع الأثقال. أما في المصارعة فنجد إبراهيم مصطفى، محمود حسن علي، إبراهيم عرابي، عبد العال راشد وكرم جابر. وبالذهاب إلى الملاكمة نجد أن أول ملاكم مصري حقق ميدالية أولمبية كان عبد المنعم الجندي في أولمبياد روما عام 1960، قبل أن ينتظر المصريون 44 عاما حتى يأتي الثلاثي التاريخي محمد علي رضا، محمد الباز وأحمد إسماعيل ليعانقوا المجد في أولمبياد أثينا 2004. ويمتلك المارد الأحمر تاريخا مميزا مع الألعاب الأولمبية، فنجد أن أحد أهم رؤساء القلعة الحمراء وهو أحمد حسنين باشا كان أول رياضي مصري وعربي وإفريقي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بمدينة ستوكهولم عام 1912 في رياضة سلاح المبارزة حينما كان طالبا في إنجلترا. كما أن السيد نصير وهو صاحب أول ميدالية أولمبية لمصر والتي توج بها في أولمبياد أمستردام عام 1928، لعب للنادي الأهلي وكان أحد نجومه على مدار تاريخه. ويأمل الأهلي عن طريق العديد من نجومه الحاليين في المنافسة بقوة على تحقيق ميدالية أولمبية في طوكيو 2021. ولعل أبرز هذه الأسماء التي يعول عليها النسر الأهلاوي في التحليق فوق سماء اليابان هي إيهاب عبد الرحمن، جيانا فاروق، مصطفى الجمل، علي خلف الله وأحمد أكرم، فيما يسعى مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية للظهور بأفضل شكل خلال تلك الألعاب وكسر الرقم القياسي المسجل لأكبر بعثة رسمية لمصر في الأولمبياد برصيد 121 لاعبا، والتي تحققت في الدورة الأولمبية الماضية بريو دي جانيرو بالبرازيل صيف عام 2016. تاريخ عريض او يمكن طويل مع الالعاب الاولمبيه. مصر بلد كبيره شاركت منذ البدايات الحقيقه، وان شاء الله يعني بنطمع في المزيد. باشمهندس شريف، اللجنه الاولمبيه طوكيو، اللجنه الاولمبيه الدوليه طبعا طوكيو 2020 اجلوها ل 2021 بكل وضوح وصراحه، لمصلحتنا ولا ضدنا هذا القرار؟ في العموم طبعا هو لمصلحه مصر. مصلحه مصر بمعنى ايه؟ ان احنا من البعثات اللي متوسط الاعمار فيها صغير قليل. ممتاز. تمام. طبعا في بعض اللاعبين مضرورين خلاص لانهم وصلوا ل يعني خلاص النهايه، خلاص او اخر دوره ممكن يلعبها، فالسنه دي مش هتفيده قوي. هو عنده خبره بس يمكن الفيزيكال سترينث بتاعه مش في النازل خلاص، انما في العموم لا، مصر مستفيده طبعا. طب ممتاز. طب في حاجه مهمه عايز اسال عليها برضو، اتحاد رفع الاثقال
كان توقع عليه عقوبه بايقافات، وعندنا ابطال وربعنا، لان احنا شفنا حتى في التقرير ان اللي بيمتلك ميداليات اكتر ملاكمه، واحنا طبيعه جسمانيا احنا. هل السنه دي تفيدنا مع رفع الاثقال؟ طبعا تفيدنا انها ترجع الامل وتحيي الامل في ان القضيه اللي شغاله في المحكمه الدوليه، محكمه الرياضيه الدوليه الكاس، ممكن لسه تاخد قرار برفع الايقاف اللي هو السنتين، ولو ده حدث هنقدر نلعب. طب القضيه وصلت فين يا كابتن؟ يعني احنا هل احنا في المرحله الاولى ليها، ولا لسه في الجولات اللي هي التحكيميه، ولا يعني قصدي اقول في بدايتها، ولا قربنا؟ لا احنا كانت مصر خسرت القضيه، كان الاتحاد الدولي وقع عقوبه سنتين على مصر، ايقاف سنتين بسبب 7 عينات منشطات كانوا حصلوا في 2016، في اخر 2016 الحقيقه، ومصر عملت ابيل ورفعت قضيه في المحكمه في الكاس وخسرناها الحقيقه. تمام وتم رفع قضيه في المحكمه الفيدراليه السويسريه، دي لسه ما اثبتش فيها، انما حدث تغييرات كثيره في رفع الاثقال، اهمها اقاله رئيس الاتحاد الدولي اجان خلاص المجري، وده كان بسبب فساد في الاتحاد الدولي الحقيقه. طب ما دي حاجه بصراحه، ودي حاجه تفيد الحقيقه القضيه بتاعتنا، فبالتالي رفعنا قضيه ثانيه بما ان في مستجدات ثانيه ظهرت. يعني رفعته في الكاس قضيه ثانيه، ولا في الكاس قضية الابيل اللي اتعمل في في الكاس ثاني قضيه ثانيه بما ان في اسباب جديده وكده، وان شاء الله يعني متمنين ان ده ينصف مصر الحقيقه وينصف ولادنا بالذات، ان اقرب واحد للميداليه هو محمد ايهاب صاحب برونزيه كلنا يعني 2016 وقادرين الحقيقه على تحقيق ميداليات في رفع الاثقال والالعاب اخرى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يعني جهودكم في اللجنه الاولمبيه تكلل، لان بصراحه ربعين مصر في رفع الاثقال مهم جدا، وجوه ما تخيلش الاولمبيات مظلومين يعني انا ما اقدرش اقول غير انهم مظلومين، لان فريق كبير ما فيش حد فيه ممسوك منشطات ولا حاجه، هي كان وقع قديمه تمام وما تبتش فيها، وتاخر الاتحاد الدولي سنتين وبت فيها بعديها بسنتين، فالحقيقه فيها ظلم يعني. طب كابتن انتقل لفريده عثمان في السباحه، يمكن فريده محققه انجاز، احنا بنتكلم على ارقام، هي محققه ارقام كويسه جدا عالميا وتؤهلها انها تخش ان شاء الله تاخد ميداليه. السنه دي لمصلحتنا يعني انا ليه بقول فريده؟ لان فريده عليها يعني احلام كبيره، هل السنه دي تضرنا ولا تفيدنا مع فريده؟ والله مع فريده تحديدا يعني ما اقدرش اقول تفيد ولا تضر، هي فريده في يعني في القمه بتاعتها، في القمه في كمرحله سنيه صحيح. يعني تمام؟ كونها بقى تحقق ميداليه، الناس بس بتلخبط في حاجه ان فريده السباق المميز فيها هو 50 فراشه تمام، 50 فراشه لا وجود لها في الاولمبياد، صح؟ موجود في البحر المتوسط بس، لا موجود في بطولات العالم، موجود في دورات كتير، انما الاولمبياد ما فيهاش غير 50 حره فقط، ومش هي دي الاساس بتاعها. ففريده طبعا هتنافس في ال 50 حره ان شاء الله وفي ال 100 فراشه، ومش هم دول الاساس بتاعها، فعشان ما نظلمش بس فريده. لا فريدة احنا طبعا عشان كده بنفتح، نتمنى انها توصل الميداليه، قادره طبعا قادره، نتمنى انها توصل بس الاول للنهائيات اللي هي اخر 8، وبعد كده نشوف. هي لو وصلت لاخر 8 يعني فريده مقاتله بشكل كبير قوي، وان شاء الله شرفها مصر في كل مكان. طبعا شرف كبير، صاحبه اكبر انجازات بعد رانيا علواني يعني، او رانيا علواني هي سبقت دلوقتي رانيا علواني في الانجازات الحقيقه. تمام، ونتمنى دايما الاجيال تبقى بتعمل اكتر من اللي قبليها على طول دايما. طب باشمهندس، كان في اجتماع في اللجنه الاولمبيه كان من حوالي شهر، كنت حضرتك والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، قعدتوا مع الاتحادات اللي تاهلت، ناقشتوا معاهم خططهم. سؤالي هنا، هل كل الاتحادات خلصت الكواليفيكيشن جيمز بتاعتها او الـ 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 او الـ التاهيل التاهيل بتاعها للاولمبيات، ولا في اتحادات لسه؟ التاهيل انواع كتير، التاهيل بيبدا بالتاهيل القاري، ثم التأهيل من بطولات العالم، ثم التأهيل من الرانكينج ليست او التصنيف العالمي. تمام، يعني في ثلاث التأهيل القاري كله خلص. كله خلص، ممتاز. كله خلص، تمام. احنا في العاب كتير بنتأهل قاري، فخلاص بيبقى تأهلنا بالماكسيمم كوتا بتاعتنا، وده حصل في العاب الحقيقه، العاب كتير زي الجمباز مثلا، والعاب اخرى، في العاب رقميه زي السباحه والعاب القوه، كان ده كله ده لسه بيفضل لغايه اخر وقت ميعاد، اخر ميعاد دلوقتي اللي هو اتغير بقى نص منتصف يونيو القادم 2021 هو ده اخر ميعاد، فاللي بيحقق الارقام التاهيليه اللي هو الكات اي بيتاهل مباشره، كات بي بيضطر يستنى يشوف هل في مكان ولا لا حسب ما حدد الاتحاد الدولي للعبه مع الاي او سي. في العاب زي احنا عندنا الخماسي الحديث، احنا تاهلنا قاري، بس الكوتا الحد الاقصى للكوتا في التاهيل هو ولدين وبنتين، فهتاهلنا بولد وبنت بصفتنا ابطال افريقيا، فاضل لسه كمان ولد وبنت بنحاول ناهلهم عن طريق التاهيل العالمي لبطولات العالم والتصنيف العالمي. فهي الالعاب مختلفه، كره القدم مثلا خلص التصنيف القاري، فبالتالي احنا تاهلنا. بالظبط. كره اليد تاهلنا خلاص.
الالعاب الجماعيه كره وفي العاب فشلنا خلاص يعني زي الهوكي خسرنا من جنوب افريقيا في النهائي فخلاص جنوب افريقيا هي اللي رايحه احنا لا تمام وهكذا فهي في المستوى القاري تم حسمه اكثر من الارقام نص لسه اكثر من نص بعثتنا خلاص تعرف تعرف يعني الله. احنا زي ما قلنا زي ما حضرتك قلت في التقرير ان كانت اكبر بعثه في تاريخ مصر ريو دي جانيرو 121 لاعب ولاعيبه احنا بنشتغل ومتخيلين ومتوقعين ان طوكيو ان شاء الله تكسر هذا الرقم ويمكن نعدي ال 130 لاعب ولاعيبه في التاهيل ده الشغل اللي احنا كنا بنشتغله وده اللي ان شاء الله هيحصل والناس اللي اتاهلت والناس اللي لسه هتتاهل ماشيين في هذا الاتجاه ان شاء الله. طب هسال على الدعم مهم جدا الدعم يا باشمهندس لان طبعا اعداد اللاعبين واللاعبات بيحتاج ارقام مظبوط هل ناقشتوا دعم على الاتحادات؟ هل البادجت اتحطت؟ لان خلي بال حضرتك احنا دلوقتي كنا بنتكلم على 2020 ففي سنه البادجت زاد مظبوط الاخبار ايه؟ الاخبار كالاتي الدوله طبعا ممثله في وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وقبله الدكتور المهندس خالد عبد العزيز الحقيقه من 2014 بالظبط من 2014 يمكن من شهر 3 او 4 2014 والدوله الحقيقه عامله مجهود رائع خلاص وفي دعم كبير جدا لجميع الاتحادات سواء كانت اولمبياد الشباب 2014 او ريو دي جانيرو 2016 او اولمبياد الشباب الثانيه 2018 او طوكيو يعني الاتجاه ماشي بشكل اكثر من رائع ممتاز. ساعات بيبقى فيه تاخيرات بسيطه الحقيقه انما ده شيء وارد واحنا كلنا بنستحمله مع بعض الله يكون في عون الدوله وفي عون وزاره الشباب والرياضه مع التاخير السنه ده مش معقول هنقف يعني كان البادجت محطوطه كلها بحيث ان اغسطس او يوليو اغسطس 2020 بنلعب الاولمبياد فدلوقتي في لابد ان توفر الدوله خلاص سنه اخرى من الدعم وده الحقيقه مبلغ مش صغير يعني يمكن هيتعدى 100 مليون جنيه مصري بس انا شايف ان هو لابد منه خلاص وطبعا كان في اتجاه في اخر كام سنه من الدوله الحقيقه بالاعتماد على كمان الشركات الخاصه بالظبط في السبونسرشيب ديلز او الرعاة لبعض الابطال وبعض اللعبات وده الحقيقه برضو عامل فرق كبير في ارتفاع المستوى الحقيقه فنتمنى الناس تكمل طبعا موضوع الكورونا مش بالظبط يعني ما هو مش انت ممكن حاجه ومصعبها كمان على الشركات يعني حتى الشركات دي الله يكون في عونها انها تكون وقفت شويه ارباحها قلت انما نتمنى ان الجميع يتكاتف ويكمل المشوار لان مش ممكن هنيجي لغايه قبلها بسنه وبعدين نقف ولو وقفنا ملناش رجعه ثانيه يعني هيبقى صعب جدا انك ترجع ثاني لمستواك وللمنافسه القويه انما هي في الاخر مشكله في العالم كله العالم كله بيتاثر منها اللي هيعرف يعديها اسرع من الثاني هيكون ليه الغلبه ان شاء الله. طب باشمهندس احنا عملنا تقرير راي نقاد الرياضيين في اداء اللجنه الاولمبيه خليني اشوفه مع الساده المشاهدين وارجع لحضرتك تاني. تحقيق اللعيبه نتائج مش حكايه فرديه او اللجنه الاولمبيه هي حكايه مجهود مشترك بيتبذل ما بين اللاعب والجهاز الفني بتاعه ومجلس الاداره بعد كده هي اعتماد الخطه من اللجنه الاولمبيه اللجنه الاولمبيه هي ما عليها الا انها بتعتمد الخطه فقط اما انها مشاركه مع اللاعب لا مش مشاركه مع اللاعب اللي بيشارك مع اللاعب الجهاز الفني واللاعبين في الحقيقه هي دي دايما بتبقى قضيه جدليه هل المسؤولين بيبقى لهم دور ولا الرياضي بنفسه بيبقى له دور اختلفت الاراء حولها في مجالات كتيره وفي بعض الاحيان وفي بعض الاحيان يعني في حاجات العاب كتير قوي بيبقى الجهه الاداريه او المسؤولين بيبقى ليهم دور كبير جدا في الانجاز من خلال توفير المعسكرات المناسبه من خلال توفير الامكانيات المتاحه للاعبين وفي العاب تانية بيبقى اللاعب نفسه هو اللي بيقوم بالدور ده في انجازات بتحصل بشكل فردي من لعيبه وفي كمان لا في تخطيط برضو من اللجنه الاولمبيه ما ينفعش نظلمها بشكل كبير ونقول ان هي انجازات فرديه بس في اتحادات اشتغلت بشكل قوي بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه في الشغل من هي نفس اللجنه موجوده من اولمبياد ريو دي جانيرو اللي موجوده لغايه دلوقتي برئاسه المهندس هشام حطب كان في تخطيط في اتحادات معينه اشتغلت زي مثلا اتحاد الرمايه شفنا في ابطال كتير جدا ظهروا في اولمبياد ريو دي جانيرو زعفاف الهدوء طلعت مركز خامس كابتن احمد قمر في نفس الوقت بتلاقي في دايما في تاهل بعدد زياده لدوره طوكيو تاهل لها من اتحاد الرمايه بس حوالي 10 لعيبه فده لا معنى الارقام ديت معناها ان في اتحاد لا ده في خطه مجهزه محطوطه من الاتحاد بالتنسيق مع اللجنه الاولمبيه فكده لا في خطه يعني شفنا راي النقاد الرياضيين يا باشمهندس يعني يمكن خليني اقول لك كده بالبلدي يعني خلينا نتكلم بيقولوا يعني بما معناه ان اللجنه الاولمبيه ليس لها دور في حته اعداد البطل دي بتبقى حاجه ما بين اللاعب والاتحاد الكلام ده صحيح خليني اقول لك انا رايي الشخصي خلاص عشان بس نكون واضحين الكل مكمل لبعضه تمام انا في حاجه بقولها للاعيبتي انا في الخماسي الحديث اللاعب في الانتصار او في الهزيمه هو مسؤول بنسبه من وجهه نظر انا 80%
خلاص احنا كلنا عوامل مساعده، خلاص الجهاز الفني، الاتحاد، اللجنه الاولمبيه، النادي، كل ده عوامل مساعده. انما عوامل مساعده في وجهه نظرنا لا تزيد عن 20% من الانجاز. فانت لو عملت انجاز انت السبب فيه، وانت لو عملت اخفاق انت بشكل كبير السبب فيه برضه. تمام؟ فدي حاجه مهمه جدا. طب دور اللجنه الاولمبيه ايه؟ دور اللجنه الاولمبيه هي الواجهه، هي اللي بتنظم خلاص الدورات المجمعه بالكامل، خلاص اوكي، وبعثات مصر فيها. انما هي واقفه في ظهر الاتحادات الحقيقه، فالاتحاد هو اللي بيعمل الشغل الفني، احنا لا نتدخل في الشغل الفني بتاع الاتحاد لان هو الادرى بلعبته وايه المطلوب في لعبته بالكامل، احنا بندعمه ونقف في ظهره ونقف مع الوزاره، فالوزاره الحقيقه الجزء المنوطه بيها والجزء المالي. اللجنه الاولمبيه هي مناقشه الجزء الفني والمحاربه للوصول للجزء المالي اللي تعرف بقى الاتحاد ينفذ بيها هذه الخطط. الاتحاد برضو مش بس لوحده، الاتحاد فيه النادي، ما هو فيه انديه بيطلع منها هذه اللعيبه انها تطلع بشكل كبير، الاسره المصريه، اللاعب نفسه، يعني في كميه عوامل الحقيقه كتير قوي كلها مكمله، لو شلت جزء منها زي ما تكون ترس في مكنه. صحيح. لو شلت ترس صغير صحيح. المكنه وقفت. صحيح. تمام. حتى المدرسه عليها دور. بالظبط. فانت ما تقدرش تقول يعني مش هقول الدور الاكبر، احنا كلنا مكملين بعض، لو احنا حطينا ده في دماغنا ان احنا كلنا مكملين بعض واشتغلنا بما يرضي ربنا، الحقيقه النتائج بتبقى اكثر من رائعه. انما لو كل واحد هيحاول بقى ينسب لنفسه هو الانجاز والكلام ده كله، الحقيقه ما احنا وقت بقى الفشل كله هيخلع. فيعني طب انا اسالك سؤال يا باشمهندس، توقعاتك انت شخصيه، يعني مش هنقول دي ما تعتبرش رسميه، يعني شخصيه، هنعمل يعني او هنحقق كم ميداليه بالتقريب كده؟ حضرتك انا هقول لحضرتك يعني حاجه كده بالارقام. تمام. اخر ميداليه بالصدفه، خلاص بقولها بوضوح، خلاص هي لندن 2012. ما بعد لندن واللجنه اللي جت كلجنه اولمبيه مصريه في 2013 في فبراير 2013 شغالين بطريقه علميه جدا، بنعلن قبل كل دوره بثلاث سنين مين هم اللاعبين، هننافس في ايه، هنلعب في كام لعبه بكام لاعب، ومين هم اللي عندهم قدره على المنافسه. غششني بمنتهى الوضوح. غششني. خلاص سواء كان نانجينج 2014 او ريو دي جانيرو او ريو، طبعا انا ثلاثه برونز، انا ثلاثه. غششني بقى في طوكيو. وكنا عايزين ايه، وكنا عايزين ايه في ريو؟ قبل ريو بثلاث سنين حضرتك عملنا حاجه اسمها كلجنه اولمبيه، يعني حاجه اسمها ليستة اي وبي، اي هم من قاهم قادرون على المنافسه، وكانوا 16 لاعب ولاعيبه، 16 لاعب ولاعيبه. يعني انا عندي، انا بقول انا هتاهل، وقتها قلنا هنتاهل هنكسر اعلى رقم وهنوصل باكثر من 120 لاعب ولاعيبه، وصلنا ب 121 لاعب ولاعيبه، فاكثر من 20 لعبه اولمبيه. تمام. فحققنا التارجت الاولاني. التارجت الثاني كان الوصول اللي هو ان احنا نكسر الرقم القياسي لمصر في اعلى ميداليات حققتها مصر في دوره واحده، وهي خمس ميداليات حققناها كذا مره الحقيقه. تمام. سواء كانت امستردام 28 او روما 60 او اثينا 2004، ده كان حلمنا الحقيقه. وكنا عارفين ان احنا قادرين للوصول لخمس لثمان ميداليات اولمبيه. تمام. قادرين للوصول لهذا. اللي حصل في ريو دي جانيرو هو ايه؟ ان احنا حققنا ثلاث ميداليات، خلاص، ثلاثه برونز. تمام. حققنا ثلاثه وحققنا اربع مراكز رابع، يعني كنا ممكن نجيبهم بقينا يعني كنا قريبين قوي من تحقيق خمس ست ميداليات الحقيقه. بس في الاخر الرياضه يعني في اليوم ما تعرفش ايه اللي هيحصل. طب خلاص بقى اللي فات مات، غششني اللي فات مات. المره دي بقى اللي احنا شغالين للافضل. تمام. فعملنا ليست 28 لاعب ولاعيبه قادرين على دول هم ايه؟ من 10 اتحادات مختلفه. 28 فئه ايه؟ 28 لاعب قادرين على، احنا ما هنعمل نفس الغلطه بتاعت ريو دي جانيرو، بمعنى ان احنا قلنا في ريو دي جانيرو كان عندنا 16 لاعب بالظبط، وقلنا عايزين نحقق من خمس الى ثمان ميداليات. تمام؟ ثمان ميداليات يعني نص ال 16 دول انت عايزهم يجيبوا ميداليات. الحقيقه الستاتستكس الطبيعيه بتقول انك انت لو عندك 16 واحد ربعهم يجيب، ده الوضع الطبيعي. اصابه بقى ده الوضع الطبيعي. احنا ال 16 بتوع ريو دي جانيرو لما وصلنا ريو دي جانيرو يعني من ثلاث سنين قبل، احنا بنقول في 16. انت مش هتالف لعيب في ثلاث سنين من الصفر يوصل لميداليا، مش طبعا. هيحصل. لا طبعا. تمام. فانت عارف مين هم القادرين. ال 16 دول حضرتك قبل الاولمبياد، كرم جابر قبليها بست سبعة اشهر خلاص اعتزل، لا ما اعتزلش حضرتك، هو يعني هرب من تحليل منشطات. ماشي. فبالتالي خد الورنينج الثالث فتوقف. تمام. عندنا في الجودو رمضان درويش اصابه في كتفه، عندنا ثلاث اربع اصابات مع يعني 16 دول بقى 10، بس 16 بقوا 10 او 11 لاعب، فكمان دي عملت طبعا اكيد قلت احتمالات الفوز طبعا. وبعدين عندك بقى كمان
حاجات عوامل اخرى حصلت. اتعلمتوا من الموضوع ده؟ اتعلمنا من الموضوع ده. اوكي، ال 28 دول حضرتك مش هيتاهلوا كلهم للاولمبياد. تقول لي ازاي عندي 28 واحد قادرين على المنافسه ومش هيتاهلوا؟ احنا قلنا في بقى حاجات. هقول لك ايه، هقول لك ايه يعني. انا عندي مثلا في الخماسي اربعه قادرين على المنافسه، انما في الاخر الحد الاقصى للدوله هو اثنين في التاهل. في الفروسيه اربعه هيلعب ثلاثه، في لعبه كذا عندك بس. فال 28 دول هيقلوا. فال 28 دول اوتوماتيكلي هيقلوا لحوالي يمكن منهم 18 ل 20 واحد هيتاهلوا. تمام. احنا بقى بنقول ال 18 ل 20 واحد دول عايزين نكسر بيهم الخمس ميداليات اولمبيه. هل ممكن نجيب صفر؟ اه ممكن نجيب صفر. طب هل ممكن نجيب اكتر من خمسه؟ ممكن نجيب 7 8 ميداليات. ممكن نجيب 7 8 ميداليات. توقع يا باشمهندس. التوقعات حضرتك خلاص متصنفه كمان. اللعيبه دول فرصهم ايه؟ خلاص يعني انا مثلا فرصتي 50% في الميداليه. احنا كان اعلى واحد عندنا رقم واحد في الليسته هو ايهاب عبد الرحمن. تمام. سوري اسف، محمد ايهاب رفع الاثقال. تمام، كانت فرصته في الميداليه خلاص كان بيتنافس المفروض، يعني التوقع بتاعه هو الفضه. تمام. ممكن يجيب ذهب وممكن يجيب برونز، انما ما يقلش عن كده. ماشي. تمام، ادي واحد. كان رقم اثنين عندنا ساره سمير. تمام. الطبيعي بتاعها انها كانت تجيب برونز، ممكن تطلع رابع وممكن تطلع ثاني. فرصتها قد ايه؟ 45%. تمام، وهكذا وهكذا الى ان في لسه دي لعيبه فرصها 10% مثلا. حلو. بص، زي احمد اكرم مثلا. ماشي، الكلام ده السباحه. كل الكلام ده تمام. انا عايز رقم، يعني قول لي حضرتك مثلا احنا متوقعين نجيب مثلا من صفر ل 4. لو رفع الاثقال رجع الثاني وتشال الوقف، انا اتخيل ان احنا هنكسر الخمس ميداليات اولمبيه. طب لو رفع الاثقال، ما اتشالتش، انا اتوقع ان احنا من 3 الى 5 ميداليات برضه. خلاص ان شاء الله باذن الله. ده يعني ده ان شاء الله، وان شاء الله نعمل اكتر احسن من كده. نتمنى يعني. طبعا اكتر. طبعا. وخلينا نشوف راي برضه النقاد ايه، يعني النقاد الرياضيين متابعين نشوفهم في التقرير ده مع حضرتك وارجع تاني. تمام. توقع الميداليات ده شيء سبق لاوانه، لسه الوقت طويل، وخاصه ان بعد موضوع كورونا اضر الرياضه على مستوى العالم في اعداد الفرق، ولكن نامل ان هناك فرق تجيب ميداليات زي فرق التايكوندو والخماسي، وهم اذا اتحلت مشكله رفع الاثقال بتاعت محمد ايهاب نامل انه يجيب ميداليه هو الاخر. في بعض اللاعبين طبعا عندنا امال كبيره فيهم، يعني السلاح مثلا ان شاء الله ممكن في امال ان يبقى في ميداليه. طبعا كنا بنتمنى ان رفع الاثقال يكون موجود، لان دي تقريبا الميداليه الوحيده اللي كانت مضمونه بالنسبه لنا. يعني الجمباز كمان ممكن يحقق ميداليات، التايكوندو كمان في لعيبه مميزين جدا، وان شاء الله يكون ليهم نصيب من الميداليات، خاصه ان في عدد كبير جدا من اللعيبه تاهلوا. بجانب بقى الالعاب الثانيه، يعني طبعا في الالعاب الجماعيه عاده بيبقى صعب جدا ان احنا نحقق ميداليه، ولكن بنتمنى ان يكون في اداء كويس. النقل اللي حصل او الترحيل لمده سنه كامله يفسد اي خطه، خصوصا ان في لعيبه قعدت 5 6 شهور بتتدربش في بيتها. في مثلا اتحاد السباحه ما فيهوش اصلا تدريبات، انت ممنوع تماما من تدريباتك عشان حمامات السباحه مغلقه بالكامل. في اتحادات فرديه بدات ترجع، لسه بطوله الرمايه للجمهوريه كانت لسه بتتلعب الاسبوع اللي فات وهتتلعب الاسبوع اللي جاي. في اتحادات بدات ترجع تدريجي، فانك اي رئيس اتحاد او اي شخص يقول لك انا هقدر احدد عدد ميداليات محدد، لا صعب جدا، صعب وشبه مستحيل انك تقدر تحسم الامر ده. لكن لسه قدامنا مده كبيره هنشوف، وان شاء الله نرجع خطوه بخطوه، الدنيا ترجع تبقى احسن باذن الله، التدريبات تبقى اعلى. مصر في اولمبياد 2016 عملت شكل كويس جدا في بالنسبه للاولمبياد، ونتمنى ان يعني بعد كمان تاجيل الاولمبياد بسبب كورونا ان الدنيا تبقى احسن، لان احنا قدامنا فرصه سنه زياده ان احنا نستعد، وفي نفس الوقت الحاجات الامور يعني الماديه والحاجات دي نقدر نظبطها بشكل افضل، والاستعدادات. اتمنى ان الاتحادات تتكاتف وتقدر يعني عندنا امل في كذا اتحاد، يمكن احنا متميزين في رفع الاثقال، نتمنى بقى نتميز في كذا اتحاد تاني او كذا لعبه تانيه، لان الامور يعني مصر الحمد لله الرياضه في اخر سنتين ثلاثه وزاره الرياضه والاتحادات بتبذل مجهود كبير عشان تطور البنيه التحتيه، محتاجين نترجم ده على ارض الواقع في الاولمبياد ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن يعني المهندس شريف كان اكثر وضوحا من النقاد. النقاد يعني قالوا ان ما صعب نتوقع، بس المهندس شريف راح على طول قال لك لا انا بتوقع لو رفع الاثقال مش موجود هيبقى كذا، فان شاء الله نحقق اكتر من كده. طبعا خليني اقول لحضراتكم احنا محضرين جدول كده بسيط ومبسط لميداليات مصر عبر التاريخ في اللجنه في يعني او في التاريخ الاولمبي. طبعا احنا 7 ميداليات ذهبيه و10 فضيه و15 برونز. طبعا احنا بنراجع لحضراتكم اهو بدايه من امستردام 1928 وحتى ريو دي جانيرو 2016. يمكن زي ما المهندس شريف قال كان اكثر يعني عدد ميداليات حصلنا عليه كان في 3
دورات، برلين 36 خمس ميداليات، ولندن 1948 خمس ميداليات، واثينا 2004 خمس ميداليات. وان شاء الله يعني نتوقع ان شاء الله السنه دي يكون برضو حسب كلام المهندس شريف، يا رب يا رب نتوفق وناخد يعني خمسه ثم اكثر. خلينا نشوف مين الرياضات اللي حققت، الرياضات اللي حققت اكثر ميداليات من السبعه والعشره وال15 برونز. الرياضات الحقيقة على راسه، على راس هذه الرياضات، هي رفع الاثقال. عشان كده بيقولوا ان الربعين المصريين والضربه اللي جت في اتحاد رفع الاثقال كانت ضربه شديده جدا للرحله الاولمبيه في مصر. بس ان شاء الله جهود اللجنه الاولمبيه يعني تنجح وتنجح ان ترجع منتخب الاوناش مره اخرى على البساط، ويرجعوا يرفعوا طبعا الاوناش بتوعنا، يرفعوا الـ 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 الاحمال بتاعتهم. وفي المصارعه طبعا في المركز الثاني، الملاكمه في المركز الثالث، الغطس، الجودو، السلاح، التايكوندو، طبعا المجموعة زي ما قلت لحضراتكم 32 ميداليه. باشمهندس شريف اطلع بقى، يعني خلاص احنا خدنا حضرتك قاعد معانا بصفتين، صفه طبعا امين عام اللجنه الاولمبيه، ودي حاجه طبعا تشرفنا ونتمنى لحضرتك كل التوفيق. نخش على الخماسي كحضرتك رئيس اتحاد الخماسي، واحد الالعاب اللي في طبعا مشاركه في الدوره الاولمبيه وحظوظها برضو عاليه، استعديت ازاي وشايف مشاركتك ازاي؟ خماسي طبعا احنا بنشتغل على الميداليه الاولمبيه دي بقالنا الحقيقه مده كبيره جدا، لان هو ده التارجت بتاع اي اتحاد اولمبي الحقيقه. احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، لعبتنا بتعدي في الرانك العالمي وعماله ترتفع. مصر دلوقتي بقت من ضمن اقوى اربع خمس دول في العالم. كاس عالم قريب هنا في مصر حضرتك استضافته. احنا بقالنا دلوقتي يمكن دي رابع او خامس سنه، الثالث رابع سنه ما فيش بطوله عالم كبار ناشئين شباب الا لمصر موجوده على منصات التتويج. يا رب خلاص ما بتعديش بطوله ان شاء الله. فالحمد لله ده دي حاجه كويسه، نتمنى ان احنا نكمل كمان 2021 بنفس الشكل ونوصل الاولمبياد لعبتنا في اعلى فورمه ان شاء الله للمنافسه. انما المهم ان احنا بنينا اجيال متواصله، ان احنا عندنا جيل لاربعه باريس 24 و28 مش قادر على المنافسه وبقوه كمان. فاحنا ماشيين، ما بنقولش احنا مش هننافس في طوكيو، احنا هننافس ان شاء الله في طوكيو، وهننافس 24 وهننافس 28. ونفس الحاجه احنا بنبني اجيال. احنا مصر ما ننساش ان اولمبياد 2018 للشباب الاخيره بوينس ايرس، صحيح مصر جابت، انا كنت رئيس بعثتها، لا كان رئيس بعثتها الدكتور عبد العزيز غنيم الحقيقه، تمام احرزت اعلى ميداليات اللي قبليها حضرتك كنت رئيس البعثه، انا كنت قبليها 2014 في نانجينج، صح حققت 12 ميداليه اولمبيه، 3 ذهب و2 فضه و7 برونز، الثلاثة الذهب كان منهم 2 خماسي و1 كاراتيه. ما شاء الله. فاحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، ماشيين كويس جدا، ابطالنا قادرين على المنافسه وهم عارفين خلاص، لان الحقيقه احنا كاتحاد ودوله بتوفر لهم كل حاجه حضرتك ممكن تتخيلها. فيعني هو يعني بتوفر له اكتر من اي لعيب في اي حته ثانيه، روسيا، امريكا، بتاع ما فيش اي فرق هنا. كابتن احنا عملنا تقرير كده صوتي لحضرتك، يعني بمناسبة حضرتك معانا طبعا في قناة النادي الأهلي، نشوفه مع بعض كده ونرجع تاني، نشوف مع حضراتكم التقرير ونرجع تاني. شريف العريان رياضي من طراز خاص، لاعبا وإداريا، هو واحد من صناع القرار في الرياضة المصرية خلال السنوات الماضية. بدأ حياته ممارسا لثلاث رياضات، وهي سيف المبارزة، الرماية ضغط هواء 10 متر، الخماسي الحديث، ومثل مصر فيها جميعا. هو شريف أحمد فؤاد العريان، والمولود في 28 من نوفمبر عام 1970، حاصل على بكالوريوس هندسة من الجامعة الأمريكية عام 92، كما أنه شارك مع بعثة مصر في أولمبياد برشلونة في نفس العام، كما أنه أصغر لاعب يتوج ببطولة الجمهورية للخماس الحديث ريال ولم يكن يتجاوز 15 عاما، كما كان يحمل رقم مصر القياسي لبطولة الجمهورية للمسدس ضغط هواء قبل أن يتم كسر الرقم عام 1991، إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل رياضي في الجامعة الأمريكية بداية التسعينيات من القرن الماضي. وعقب اعتزاله عام 1992 توجه للتحكيم الدولي، وتم اختياره كأفضل حكم دولي في بطولة العالم للخماس الحديث عامي 1999 و2000، ثم بدأ الاتجاه للعمل الإداري، وتم انتخابه نائبا لرئيس اتحاد الخماس الحديث في عام 2008، قبل أن ينتخب رئيسا للاتحاد نفسه منذ 2012 وحتى الآن.
كما تم انتخابه في عضوية اللجنة الأولمبية المصرية منذ 2013 وحتى 2017، وتم اختياره عضوا بالمكتب التنفيذي للجنة عام 2015 قبل أن يتم انتخابه بالتزكية أمينا عاما للجنة الأولمبية المصرية. امتدت مسيرة العريان الناجحة لرئاسته لبعثة مصر في أولمبياد الشباب بالصين صيف 2014، والتي حقق فيها الفراعنة الصغار 11 ميدالية كرقم قياسي، قبل أن يتم كسره في أولمبياد الأرجنتين ب12 ميدالية، كما شغل منصب نائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. وبالنظر لنجاحاته خلال رئاسته الاتحاد الخماسي الحديث، فقد نجح في قيادة الاتحاد ليكون واحدا من ضمن أفضل 5 اتحادات على مستوى العالم. فنجد أن منتخب الشباب نجح في الهيمنة على منصة التتويج ببطولة العالم للشباب عام 2018، كما حصد الثنائي أحمد أسامة الجندي وسلمى عبد المقصود ذهبيتان من أصل 3 ميداليات حققتها البعثة المصرية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين من نفس العام. وأخيرا تم تكريم أحمد أسامة الجندي كأفضل ناشئ على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي، كما حصلت مصر على ثاني أفضل اتحاد على مستوى العالم بعد روسيا. باشمهندس، يمكن تاريخ عريض ما شاء الله، حاجة مشرفة جدا. اللقاء طبعا عدى بسرعة، بس أنا قبل ما أختم لقائي بحضرتك عايز تقول لي أمنيتك في يعني في 15 ثانية لما هو قادم. أمنيتي طبعا أن مصر تبقى أفضل وأفضل. مصر تستاهل أكتر من كده بكتير. إحنا عندنا بنية أساسية في مصر مش موجودة في أي دولة في العالم الحقيقة، حاجة أكثر من رائعة في الرياضة، محتاجين نستفيد بيها أكتر من كده. عندنا شباب رائع، عندنا مدربين مصريين لابد من ثقلهم عشان يبقوا فعلا إحنا نصدرهم بعد كده للعالم كله. من نجاحات الخماسي إن إحنا مشينا مدربين الأجانب واستعملنا المصريين وطورناهم بالفكر بتاعنا، الى ان احنا وصلنا دلوقتي ان بقى في 4-5 دول في العالم في الخماسي مدربين المنتخبات بتاعتهم مصريين. ما شاء الله. لاعبتنا الحقيقه اكثر من رائعه، يعني اكثر من رائعه، بس عايزين مشكله، يعني اقول ايه، هي مشكله دايما بتبقى ماديه في 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 في, في المقام الاول الحقيقه. انما التوجه العام دلوقتي بتاع الشركات وانها من الخدمه المجتمعيه تخدم الرياضه الحقيقه عامل طفره رائعة لازم نبني عليها. إن شاء الله. ألعاب جماعية وفردية. إن شاء الله. مفيش لي حاجة اسمها لعبة معينة إحنا مثلا كويسين في لعبة. أكيد. فلا إحنا أكيد. أي لعبة هيتبذل فيها مجهود هتدي نتيجة طبعا. هتدي وهتقدر تنافس في خلال عدد أكيد. من السنوات. أكيد أكيد. باشمهندس شريف طبعا أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد الخماسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني في قناة النادي الأهلي. شكرا ليكم ودايما موفقين إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، انتهى اللقاء سريعا. وانتهت حلقة الأبطال النهاردة، ولكن إن شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة من الأبطال وقصة جديدة وبطل جديد. شكرا جزيلا.